حملة عرشك، وكما حمدك ملائكتك المقربون والأنبياء والمرسلون وعبادك الصالحون. اللهم لك الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في عامة أو خاصة، في سر أو علانية، لك الحمد. لك الحمد ربنا أطعمتنا وسقيتنا وآويتنا، ومن كل خير سألناك أعطيتنا. اللهم لك الحمد، ولا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، وقال أقبل فإن العفو من شاني. إي والله، هو الله، لا ولن يخيب من رجاه. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها، والدهر من بعد المسرة أوجعك، ارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صاحب الحوض المورود، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب الشفاعة العظمى، هو رسول الله وحبيب الله ومصطفاه. رسول الله طبت فدتك نفسي، وأهلي والبنون مع البنات، سألهج بالصلاة عليك دوما وما فترت بها أبدا شفاتي. ونحن مع الحبيب على خطاه، ونحن مع الحبيب إلى الممات. صلاة الله تترى كل حين عليك، ونحن نختم بالصلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، يقول الله جل في علاه: لا تحزن إن الله معنا. ويقول صلى الله عليه وسلم لصاحبه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إن هذه الآية وهذا الحديث لهما سبب يا عباد الله. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور 3 أيام، وخلالها كان قد وصل بعض الطامعين في الجائزة المعدة لمن أمسك بهما، حينما كان كفار قريش يتبعونهما ويترصدون بهما، وقد أعدوا جائزة مقدارها 100 من الإبل لمن يأتي بخبرهما أو رأسهما. وأدرك أبو بكر رضي الله عنه بالخطر، بالخطر المحدق به. ولندع يا عباد الله، لندع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يكمل لنا تلك القصة: فليس الخبر كالمعاينة. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم:
وأنا في الغار: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: وما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. رواه البخاري ومسلم. وفيه نزل قول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومعنى قوله تعالى: إن الله معنا، أي ناصرنا ومؤيدنا ومعيننا وحافظنا. وهذه ما يطلق عليها العلماء المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. وهذه النصرة والمعية للعبد تكون بحسب قربه من الله، فمن كان لله أكثر تقوى وعبادة كانت معية الله أقرب منه. لذا فقد أدركت معية الله الخاصة إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وأدركت محمدًا صلى الله عليه وسلم حين كان مختبئًا في الغار، وأدركت يونس عليه السلام حين كان في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر. وهذه المعية هي مصداق قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما نصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وأيده وأعانه، فكذلك ينصر ويؤيد ويعين كل متبع للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه مع الصابرين ومع المحسنين ومع الصادقين ومع المتقين ومع كل مؤمن بالله مخلص له في عبادته متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. عندما يكون المؤمن قويا بإيمانه واثقا من موعود الله ونصره وتأييده يستشعر أن معية الله معه. فهذا نبي الله موسى عليه السلام مع قومه، أصبح البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، فقال قوم موسى لموسى: يا موسى إنا لمدركون. فرد عليهم عليه السلام مستشعرا تلك المعية، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولما أمر الله موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون لدعوته طمأنهما فقال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. سبحان الله. يقول قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكتب بعض السلف، كتب إلى أخ له قال له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فيا عبد الله لا تحزن، إن الله معنا، يحتاجها المسلم في كل آن. فإذا تكاثف همك وكثر غمك وتضاعف حزنك فقل لقلبك: لا تحزن، إن الله معنا. وإذا ركبك الدين وأضناك الفقر
وأحزنتك الدنيا، فقل لقلبك لا تحزن إن الله معنا. وإذا هزتك الأزمات وطوقتك الحوادث وحلت بك الكربات، فقل لقلبك إن الله معنا. لو وقفت الدنيا، كل الدنيا في وجهك، وحاربك البشر، كل البشر، ونازلك كل من على وجه الأرض، فلا تحزن لأن الله معنا. وإذا كنا في حياتنا مع الله متبعين لرسول الله، معظمين لدين الله، كان الله معنا بنصره وتأييده وحفظه ورعايته، فلا نحزن ولا نقلق ولا نكتئب، لأن الله سبحانه معنا. وإذا كان الأمر كذلك، فإننا لا نضيق ولا نضل ولا نضيع ولا نيأس ولا نقنط، لأن الله معنا، والنصر حليفنا، والفرج رفيقنا، والفتح صاحبنا، والفوز غايتنا، والفلاح نهايتنا، لأن الله معنا. كيف نقلق يا عباد الله، وكيف نحزن ومعنا الله سبحانه، الركن الذي لا يضام، والقوة التي لا ترام، والعزة التي لا تغلب. وما دام الله معنا، فمن نخاف ومن نخشى ومن نرهب؟ أليس الله هو القوي العزيز؟ أليس الله هو الجبار المنتقم؟ وما دام الله معنا، فلما نأسف على قلة العدد، أو عوز عتاد، أو فقر مال، أو تخاذل أنصار؟ لأن الله معنا وكفى، معنا وكفى. عباد الله، إن أعظم كلمة في الخطب وأشرف جملة في الكرب هي هذه الكلمة الصادقة الساطعة: لا تحزن إن الله معنا. وسر هذه الكلمة هو في مدلولها، وعظمتها هي في معناها. يوم تذكر معية الله الذي بيده مقاليد الحكم ورقاب العباد ومقادير الخلق وأرزاق الكائنات، لا تحزن إن الله معنا، لقد جاءت في لحظة طوق فيها المعصوم وصاحبه في الغار، وأغلق الباب، وأحاط الأعداء بهما من كل جانب، فسلوا سيوف الموت يريدون أشرف مهجة خلقت، وأزكى نفس وجدت، وأطهر روح خلقت. فما الحيلة؟ إن الحيلة رفع القضية، وأوراق الفاجعة، وسجل الكارثة إلى السماء، إلى من على العرش استوى ليقضي فيها بما شاء. ومع هذا أرسل صاحب الرسالة ذو القلب المشرق الفياض، أرسل لصاحبه أبي بكر رسالة رقيقة هادئة باسمة حانية، نصها: لا تحزن إن الله معنا. فانقلب الحزن سرورا، والهم فرجا، والغم راحة، والكرب فرجا، والهزيمة نصرا عزيزا. إذن هذه رسالة إلى كل صاحب هم وغم، رسالة إلى كل مديون، رسالة إلى كل أعزب، رسالة إلى كل مظلوم، رسالة إلى من حرم الذرية، رسالة إلى كل صاحب حاجة: لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا. إذا أيقنت بذلك فأبشر، أبشر بالخير والفرج من رب كريم جواد رحيم. تذكروا يا عباد الله، دائما وأبدا إن الله معنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله،
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله وسلم عليه الله. أما بعد، عباد الله، إن الحزن هو أمرٌ طبيعيٌ في الإنسان، وهو من الأحوال الثمانية التي تعتريه وتعترضه، ولكنها لا تدوم. يجمعها من قال: ثمانيةٌ تجري على المرء دائمًا، وكل امرئ لا بد أن يلقى الثمانية: سرورٌ وحزنٌ، واجتماعٌ وفرقةٌ، وعسرٌ ويسرٌ، ثم سقمٌ وعافية. والحزن يا عباد الله يصيب المسلم كما يصيب الكافر، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وذهاب الحزن نعمة عظيمة يجب أن نحمد الله عليها كما حمده أهل الجنة. يقول سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ولهذا كان أحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد المؤمن ليقطعه من عمله ويوقفه عن فعل الخير، فيزين له التناجي بالغيبة والنميمة. قال سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فيا عبد الله، ويا أمة الله، ويا كل مؤمن ومؤمنة، ويا كل مسلم ومسلمة، رددوا دائما وأبدا بقلوبكم وألسنتكم: لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. إذا استشعرنا هذه المعية العظيمة فزنا ورب الكعبة على خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المخبتين المنيبين، الأواهين التائبين الخاشعين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم وأرضيتهم وتوفيتهم وأنت راض عنهم. اللهم أسعد قلوبنا بما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك، وأودع في ألسنتنا ما يهدينا إليك. اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر النفوس من أوزارها، ونشهد لك شهادة نحشر تحت ظلالها. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيد في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، ونورا وهداية بالإيمان، وصحة وعافية في الأبدان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم يا رب، إن لم نحسن دعاءنا، اللهم أنت أعلم بحاجاتنا، إن قصرنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنه لا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا، اجبر خواطرنا بفيض كرمك وسعة حلمك وعظيم عفوك وحسن تدبيرك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واقض ديوننا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر جنودنا على الحدود، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أقر أعيننا بعز الإسلام ونصر المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا ممن إذا استهداك هديته، وممن إذا دعاك أجبته. اللهم يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء، أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا،
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.